بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى النهاردة في المحاضرة الأخيرة لينا اللي هنتكلم فيها عن البنك أو المصرف المركزي. خلي بالك إن المصرف المركزي ده اللي هو الأب الكبير بتاع الجهاز المصرفي. تعالى النهاردة نشوف إيه دوره، إيه أهميته في أي مجتمع. مفيش مجتمع في الدنيا دي مفهوش مصرف مركزي. تعال نشوف دور المصرف المركزي ايه بالظبط، هو يعني ايه مصرف مركزي وايه الوظائف اللي بيقوم بيها. ابدأ معاك نمرة واحد في تعريف المصرف المركزي. يعني ايه مصرف مركزي؟ محب احط له تعريف، ممكن اقول ايه هو المصرف المركزي. هنجد الاتي: ان المصرف المركزي لا يعتبر مؤسسة نقدية عادية ولكنه يمثل قمة السلطة النقدية. نعم، المصرف المركزي هو قمة السلطة النقدية، هو اللي بيمثل السياسة النقدية داخل أي دولة. مش بس كده، المصرف المركزي هو مؤسسة وحيدة. يعني إيه مؤسسة وحيدة؟ يعني يوجد في كل دولة بنك مركزي واحد فقط، مهما بلغت الدولة دي من التقدم. هو بنك مركزي واحد فقط يقوم برسم السياسة النقدية للدولة. مش بس كده، المصرف المركزي هو مؤسسة عامة. يعني ايه عامة؟ يعني لابد ان تتملكها الدولة، لازم يكون ملكية عامة، ما ينفعش الاقي مصرف مركزي قطاع خاص. ليه بقى؟ لخطورة الوظائف التي يقوم بها. طب تعالى كده نشوف بسرعة ايه هي اهم الوظائف الخطيرة جدا اللي بيقوم بيها المصرف المركزي. وظائف المصرف المركزي تتمثل في: اول حاجة، ان المصرف المركزي ده يعمل كبنك اصدار، كما أنه يعمل كبنك حكومة، كما أنه يعمل كبنك بنوك، كما أنه يقوم بالرقابة على الائتمان. طب يعني إيه بقى اللي إحنا قلناه ده كله؟ دي الوظائف بتاعته. يعني إيه البنك المركزي يعمل كإصدار؟ يعني إيه البنك المركزي يعمل كبنك حكومة؟ يعني إيه يعمل كبنك بنوك؟ يعني إيه يراقب الائتمان وبيراقب الائتمان ليه؟ تعال نشوف. أبدأ بالوظيفة الأولى: البنك المركزي يعمل كبنك إصدار. يعني إيه؟ يعني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار النقود، أو بشكل آخر أنه يتحكم في إصدار النقود. بس خلي بالك، نعم هو الجهة الوحيدة المنوط بيها إصدار النقود، بس خد بالك، هو يقوم بإصدار النقود بس وفقا للقيود. قيود إيه؟ القيود اللي هنقولها دلوقتي، اللي هي عبارة عن أول قيد: عشان البنك المركزي يقوم بإصدار النقود لابد أن يكون هناك غطاء لهذه النقود، زي ما قلنا قبل كده، من الذهب والعملات الأجنبية اللي احنا بنسميه النهاردة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. عندك قد ايه احتياطي من العملات الأجنبية؟ عندك قد ايه احتياطي من النقد الأجنبي؟ وفقا للاحتياطي اللي عندك نقول بقى اذا كنت هتقدر تصدر نقود ولا مش هتقدر. مش بس كده، طب افرض عندي احتياطي كبير قوي، ده معناه ان انا يبقى ليا مطلق الحريه اصدر النقود زي ما انا عايز. لا، خد بالك، في قيد تاني، ايضا في قيد تاني بيأيدني ما اقدرش اصدر النقود غير لما ابص على حاله النشاط الاقتصادي في الدوله. فمثلا اذا كان هناك حاله من التضخم، يعني انا عندي احتياطي نقدي كبير قوي، طب الحمد لله، بس خد بالك بلدك بتعاني من ارتفاع معدلات التضخم، يبقى في الحالة دي لا يستطيع البنك المركزي إصدار المزيد من النقود. ليه؟ لأن المزيد من النقود معناها المزيد من التضخم. أهو، لا يستطيع إصدار المزيد من النقود حتى إذا توافر الاحتياطي النقدي، وذلك حتى لا تتفاقم معدلات التضخم. لكن لو عندك كساد وعندك احتياطي تقدر تصدر نقود. ليه؟ عشان تنشط الاقتصاد القومي، نزل فلوس في السوق عشان تنشط الحالة الاقتصادية. إذا الفكرة مش فكرة بس هل أنت عندك احتياطي ولا لأ، لأ، الاتنين مع بعض. عندك احتياطي؟ أه. طب إيه يعني النشاط الاقتصادي أخباره إيه عندك؟ عندك معدلات تضخم، ما ينفعش تصدر نقود. أقف بقى، استنى. يبقى أول وظيفة من وظائف البنك الخطيرة جدا للبنك المركزي أو للمصرف المركزي هو أنه يقوم كبنك إصدار. الوظيفة التانية: أن البنك المركزي يمثل بنك إيه؟ بنك حكومة. يعني إيه بنك الحكومة؟ ليه بنسميه بنك الحكومة؟ بنسميه بنك الحكومة عشان كذا سبب.
السبب الأولاني أن الحكومة تحتفظ بحساباتها لديه فتح حسابات عنده، فيقوم بالخصم والإضافة إلى الحسابات دي. إمتى يخصم؟ إمتى يخصم من حسابات الحكومة الموجودة عنده؟ لما تيجي الحكومة تدفع مثلا أجور الموظفين. طب إمتى يضيف؟ لما تيجي الحكومة تحصل الضرائب من أفراد المجتمع. يبقى الحسابات بتاعت الحكومة مفتوحة لدى البنك المركزي. مش بس كده، ده كمان البنك المركزي يقوم بإدارة الاحتياطيات الأجنبية من أجل الحكومة. الاحتياطيات من النقد الأجنبي مين اللي بيديرها؟ البنك المركزي بيديرها لمين؟ للدولة أو للحكومة. مش بس كده، إنه يقوم بإقراض الحكومة إذا لم تستطع تمويل جزء من عجز الموازنة. الحكومة عندها عجز وحاولت بكل الطرق تنزل سندات، تنزل أذون خزانة، تعمله عشان خاطر تمول العجز ده، وفي لازال جزء من العجز ده لسه ما تمولش. ممكن في النهاية خالص بقى لما ما تلاقيش صرفة ممكن تلجأ للبنك المركزي عشان تقترض منه. مش بس كده، في النهاية البنك المركزي يقوم بتوجيه النصح والإرشاد للحكومة في حالة أن تكون الحكومة بتواجه أزمات نقدية ومالية ومش عارفة تعالج الأزمات دي. فطبعا خد بالك أن البنك المركزي لازم يكون عنده المحافظ بتاع البنك المركزي والقائمين على البنك المركزي لازم يكون عندهم خبرات عالية جدا، خبرات اقتصادية ومالية ونقدية عالية جدا. فهو يقدر هنا أن هو يدي نصح والإرشاد للحكومة، يقولها إزاي ممكن تعالج المشكلة دي، ازاي ممكن تواجه الأزمة دي. للأسباب دول كلهم ده اللي خلانا نقول ان البنك المركزي بنك ايه؟ بنك الحكومة. ايضا البنك المركزي يعمل كبنك البنوك. ليه تسمى بنك البنوك؟ برضو تسمى بنك البنوك لان البنوك بتحتفظ باحتياطيات قانونية. الاحتياطي القانوني ده، نسبة الاحتياطي القانوني ده اللي بيحددها البنك المركزي، بيحددها كنسبة من الودائع. يعني ايه؟ يعني يقول الاحتياطي القانوني 10%، يعني كل بنك عليه ان هو يقتطع 10% من الودائع اللي عنده ويحطها في حساب خاص بيه. موجود فين الحساب ده؟ موجود في البنك المركزي. يحطها في شكل ايه؟ في شكل نقود سائلة. ليه؟ لضمان اموال المودعين، عشان لما تحتاج لها ويبقى عندك سحب مفاجئ اجي انا على طول ايه الحقك اديك فلوس من الحساب اللي موجود عندي ده. يبقى نسبة الاحتياطي القانوني اللي بيحددها البنك المركزي وعلى كل بنك ان هو يحتفظ بيها عنده، ده بيحددها علشان خاطر يضمن اموال المودعين. مش بس كده، ده بنك بنوك كمان. ليه؟ عشان البنك المركزي المقرض الاخير للجهاز المصرفي. اي بنك بيقع في مشكله ويحتاج فلوس، يحتاج سيوله، بنلاقي البنك المركزي بينقذه، يقول له طب خد قرض. زي ما احنا قلنا قبل كده، اذا استمر السحب بيلجا المصرف التجاري للمصرف المركزي، يقول له اديني فلوس بسرعه احسن هتحصل مصيبه. فيجي البنك يديله قرض، واتفقت معاك ان القرض ده بيكون قصير الاجل. مش بس كده، ده كمان المصرف المركزي يقوم باداره والرقابه على عمليات المقاصه اللي بتتم بين البنوك. ايه عمليات المقصة؟ اللي هي تسوية الحسابات بين البنوك وبعضها، والتعامل في النهاية بيكون بالصافي. انا ليه عندك فلوس وانت ليك عندي فلوس، تعالى نعمل مقصة بيننا ونشوف النهاية مين هيدفع لمين. مين اللي بيدير ويراقب على العمليات دي؟ البنك المركزي. يبقى كل العمليات اللي بتتم دي بتتم من اجل البنوك، عشان كده سميناه بنك البنوك. ايضا البنك المركزي بيراقب عمليات الائتمان. يعني ايه يراقب عمليات الائتمان؟ اي انه يتحكم في حجم الائتمان، اللي هي ايه الائتمان؟ اللي هي القروض. في حجم الائتمان الممنوح او حجم القروض الممنوحه من الجهاز المصرفي. ليه بتحكم في حجم الائتمان؟ ليه في بعض الاحيان اقول للبنوك زودوا حجم الائتمان الممنوح، وليه في احيان تانية اقول لهم لا في حد اقصى للائتمان؟ ليه؟ وذلك لكي يراقب ويتحكم في حجم النقود المعروضة في السوق. في بعض الأحيان البنك المركزي عايز يقلل حجم النقود في السوق. ليه؟ لأن في طلب عالي جدا والطلب ده بيرفع الأسعار، فيقول لك لا يبقى قلل حجم النقود اللي موجودة في السوق. إزاي؟ عن طريق تخفيض حجم الائتمان. وهذه العملية تتم باستخدام عدة أدوات للسياسة النقدية. عملية التحكم في حجم النقود أو التحكم في حجم الائتمان أو مراقبة عمليات الائتمان بتتم باستخدام عدة أدوات. الأدوات دي بتاعت السياسة النقدية هنتكلم عنها حالا. ويتم هذا التحكم في ضوء حالة النشاط الاقتصادي. يعني يرجع البنك المركزي أول يبص
هو السوق بتاعي اخباره ايه، بيعاني من ارتفاع معدلات التضخم على طول، يبقى القرار ان انا لازم اقلل حجم النقود في السوق. ازاي؟ احط حد اقصى لحجم الائتمان. ازاي؟ برضو عن طريق استخدام ادوات السياسة النقدية، هنشوف حالا. او ان السوق بتاعي في حالة كساد، يبقى عايز اتنشط، عايز ازود كمية النقود اللي في السوق. ليه؟ عشان ازود حالة الطلب واعمل نشاط كده في السوق. طب تعالى نشوف دلوقتي ونتعرف ايه الادوات بتاعة السياسة النقدية اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان يحقق الكلام ده، عشان يتحكم في حجم النقود، عشان يتحكم في حجم الائتمان. ايه هي الادوات دي؟ تعالى نشوفها مع بعض. ادوات السياسة النقدية اللي بيستخدمها البنك المركزي قد تكون نسبة احتياطي نقدي، قد تكون سعر خصم، قد تكون عملية السوق المفتوحة. يبقى عندي ثلاث أدوات هم: نسبة احتياطي نقدي، سعر الخصم، عمليات السوق المفتوحة. تعال نمسك كل أداة كده ونفسرها ونعرف في حالة التضخم بيستخدمها ازاي البنك المركزي، في حالة الكساد بيستخدمها ازاي البنك المركزي. نبدأ أول حاجة بنسبة الاحتياطي النقدي. زي ما قلنا، نسبة الاحتياطي النقدي أو نسبة الاحتياطي القانوني هي نسبة بيحددها البنك المركزي على كل بنك إن هو يلتزم بيها. عايز يعلي عليها مش مشكلة، لكن يقلل من النسبة اللي حددها لا. قلت لك 10% يبقى 10%، بعض البنوك بتخليها 15 مش مهم، لكن ما ينفعش خليها 9، ما ينفعش خليها 8. قلت 10% يبقى لازم يقتطع نسبة 10% من إجمالي الودائع اللي عنده ويروح يحطها في حسابه اللي مفتوح في البنك المركزي في شكل نقود سائلة. طب تعالى نشوف كده، لو فرضنا إن السوق بيعاني من حالة كساد، يبقى المطلوب مني إن أنا أعمل إيه؟ مطلوب مني إن أنا أنشط السوق عشان أنشط وأزود كمية النقود المعروضة في السوق. عشان أزود كمية النقود المعروضة في السوق، بص البنك هيعمل إيه؟ هيستخدم الأداة دي إزاي؟ هيقلل البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي. لو هي 15% خليها 10، لو هي 10 خليها 7. ليه؟ عشان لما أقلل نسبة الاحتياطي النقدي يبقى كل بنك يقتطع نسبة أقل من الودائع اللي عنده، فتزيد الأموال المتاحة للإقراض. بديك فرصة اهو، تقرض كمية أكبر من الإيه؟ من الأموال، وتزيد الاستثمارات، ويزيد التوظف، وتزيد الدخول، وينتعش الاقتصاد. لكن لو الحالة اللي موجودة عندي في المجتمع بتاعي حالة تضخم، يبقى المطلوب مني ان انا اقلل كمية النقود المعروضة في السوق. وعشان اقلل كمية النقود المعروضة في السوق هيرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي. يبقى لو هي 10% خليها 15، هي 15 خليها 20. ليه؟ عشان تقل الأموال المتاحة للإقراض. يبقى البنك هنا كل بنك عليه انه يقتطع نسبة أكبر من الودائع اللي عنده يروح يحطها في البنك المركزي. يبقى كمية النقود اللي عندي المتاحة للإقراض تقل، وتقل الاستثمارات، ويقل التوظف والدخول، ولما يقل الدخول يقل الطلب، فلما يقل الطلب تنخفض الأسعار. أدي أول أداة بستخدمها كبنك مركزي عشان أقدر إن أنا أتحكم أو أراقب على عمليات الائتمان، أو أتحكم في حجم النقود الموجودة في السوق. الأداة التانية هي سعر الخصم. اللي هو ايه سعر الخصم؟ اللي هو السعر اللي بيحصل عليه البنك المركزي مقابل اقراض البنوك اللي تحته. بنك عايز قرض من البنك المركزي، ياخد القرض ماشي مفيش مشكلة، بس هياخده مقابل سعر خصم. تمام. وكل ما البنك المركزي زود سعر الخصم ده، كل ما اصبحت التكلفة على المصرف التجاري عالية. فما كنت تكلفة عالية يبقى قلل كمية النقود اللي انا هقترضها منين؟ من البنك المركزي. تعال نشوف، لو فرضنا ان المجتمع بتاعي بيعاني من حالة كساد. حالة كساد يعني ايه؟ يعني عايز ازود كمية النقود الموجودة في السوق. يبقى البنك المركزي هيتصرف ازاي؟ هيقلل سعر الخصم. بدل ما كنت هاخد منك او هخصم منك 10%، لا انا هفرض عليك 5%. فالبنك المصرف التجاري يفرح، يقول ايه ده التكلفة بتاعتي قلت. طب ما انا بدل ما استلف من البنك المركزي مليون جنيه، ما استلف 2 مليون، ما استلف 5 مليون. خد بالك الفلوس بتزيد اهي اللي هو هيقترضها. فايه اللي يحصل؟ فيقترض كمية ايه؟
اكبر دي من ناحية، ومن ناحية تانية يقوم يعمل ايه عشان يحفز الاستثمار والطلب على القروض من الناحية التانية، المصرف التجاري. فيقوم يجي المصرف التجاري من الناحية التانية يقلل اسعار الفايدة على الاقراض. ليه يا جماعة؟ بقى عندي فلوس اكتر، ممكن ايه، ممكن اقرضها. جبت منين الفلوس دي؟ من البنك المركزي. فقلل سعر الفايدة على الاقراض، فتزيد الاموال المتاحة للاقراض، وتزيد الاستثمارات، ويزيد التوظف، وتزيد الدخول، وينتعش الاقتصاد. لكن تعالى بقى، لو الحالة اللي عندي حالة تضخم، ايه اللي هيحصل؟ يجي البنك المركزي يرفع سعر الخصم، بدل ما كنت باخد منك 10% هاخد 20. فانت تقول لا، ده التكلفة عليت عليا. فايه اللي يحصل؟ فيقلل كمية النقود اللي كان بيقترضها من البنك المركزي من ناحية، ومن ناحية تانية تكلفة عالية، وانا مصرف تجاري هدفي تعظيم الربح، يبقى هاجي من ناحية تانية اعمل ايه؟ ازود اسعار الفايدة على الاقراض، فالطلب على القروض هيقل، وتقل الاموال المتاحة للاقراض، وتقل الاستثمارات، ويقل التوظف والدخول، ويقل الطلب، فتنخفض الاسعار. يبقى دي أداة تانية من الأدوات اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان يتحكم في حجم النقود الموجودة في السوق، عشان يقدر يقلل حجم النقود الموجودة في السوق. في أيضا أداة تالتة هي عمليات السوق المفتوحة. يعني إيه عمليات السوق المفتوحة؟ كلمة عمليات السوق المفتوحة معناها إن البنك المركزي بينزل سوق الأوراق المالية، حاجة من اتنين، يا بائع للأوراق المالية الحكومية اللي هي السندات الحكومية مثلا، يا مشتري ليها. طب امتى يبيع وامتى يشتري؟ على حسب حالة النشاط الاقتصادي. بمعنى ان انا لو فرضت ان النشاط الاقتصادي بتاعي حاليا بيعاني من حالة كساد، يعني ايه حالة كساد؟ يعني مفيش طلب، مفيش حركة بيع، الناس مش عايزة تشتري. فالمطلوب مني انا كبنك مركزي ان انا اعمل ايه؟ ان انا ازود حجم النقود المعروضة في السوق. بص هنا البنك المركزي يعمل ايه؟ هيدخل البنك المركزي مشتريا للاوراق الماليه الحكوميه، يدخل يشتري الاوراق بتاعته. ليه؟ ياخد الورقه ويدي الفرد مكانها ايه؟ فلوس، عشان يزود الاموال المتاحه للاقراض، وعشان تزيد الاستثمارات، ويزيد التوظف، وتزيد الدخول، وينتعش الاقتصاد. لكن لو الوضع عندي في حاله تضخم، هنا بقى تضخم يعني عايز اقلل النقود اللي موجوده في ايد الناس، فيدخل البنك المركزي يبيع الاوراق الماليه الحكوميه. يديك ورقه وياخد ثمنها، الورقه دي ثمنها 5000 جنيه، خد الورقه واديني 5000 جنيه. يبقى انا قللت الفلوس اللي في ايدك بمقدار 5000 جنيه، فتقل الاموال المتاحه للاقراض، وتقل الاستثمارات، ويقل التوظف والدخول والطلب، وتنخفض الاسعار. هي دي ادوات السياسة النقدية اللي بيستخدمها البنك المركزي، سواء سعر خصم، سواء نسبة احتياطي قانوني، أو عمليات سوق مفتوحة، بيستخدمها علشان يعمل عملية رقابة على الائتمان، أو يتحكم في حجم الائتمان، أو يتحكم في حجم المعروض من النقود. بكده نكون انتهينا من الأجزاء اللي احنا عايزينها واللي احنا عايزين نشرحها والمطلوبة من حضرتك في الترم ده. كل سنة وانتو طيبين.